الحارس ابراهيم علما يرسل كرة أمامية في محاولة خطيرة ممكن خطرة. الله يا ولد يا سلام ياسر شاهين بوك الشاهين بوك الشاهين في كرة الرابعة الشاهين السوري ياسر شاهين بعد الحد البحريني والذي بدأ وانطلق مع الكرام السوري هدف رائع وجميل لعب الكرة لوبي ذكاء ذكي 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 يا شاهين ويحلق الآن مع نصر قاسيون بالتقدم في هذه المباراة مع المنتخب السوري الأولمبي الذي يتقدم الآن بهدف نعم عن طريق المنتخب السوري. المنتخب السوري يابا ان الربع ساعة الاولى تعدي الا وهو متقدم. شوف الكرة الماضية شوف يا سلام يا ياسر يا سلام على طول اللمسة الاولى في المرمى الاوزبكي ليتقدم الان المنتخب السوري الشقيق بهدف على المنتخب الاوزبكي مع شوط المباراة الاول وفي الدقيقة 15-14 هنا شوف الهدف المرمى هدف جميل عن طريق ياسر شاهين. يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك يا ياسر شاهين حطها في المرمى وصعبة على الحارس الاوزبكي اكبر تورا وسوريا في المركز الثالث واوزبكستان في المركز الاخير. كان في الرات الاول حقيقة لم يرتقي للمستوى المطلوب اطلاقا اللاعب محصور في وسط الملعب لكن اوزبكي الاولمبي البقية طوال ويعني طول موجود طلع بترس الكرة الامام المنتخب السوري ومحاولة الان عن طريق ياسر شاهين. يلا يا ياسر على ثانية يا علقت على تلك المباراة وكان قد قدم مستوى راقي ايضا بالرغم من خسارته من اليابان بهدف مقابل هدفين. عمر السومة سجل في المرمى الياباني وقلص الفارق وكان بامكان المنتخب السوري في تلك المباراة العودة في اللحظات الاخيرة. خسر من البحرين في الجولة الثالثة في البحرين بهدف مقابل هدفين. احمد الدوني سجل في مرمى المنتخب البحريني شاهين اللي وضع كرة بذكاء سوري عربي رائع. اذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب السوري الشقيق الاولمبي. ما بين سوريا واوزبكستان هناك في فيتنام في استاد مويدينا في هانوي العاصمة الفيتنامية حيث البطولة المصغرة حيث بطولة الملحق الاسيوي حيث بطولة الثواني وبطل الثواني سيلاقي السنغال بعد ذلك. واذا ما تخطى السنغال بطل الثواني سيكون متواجدا في قلة الافضلية. نعم الفرص كانت قليلة ونادرة والاداء الفني لم يرتقي لذلك المستوى. المنتخب الاوزبكي ربما يعني متاثر بعدم صعوده من مباشره ايضا عمر نجارين هي التشكيله الموجوده للمنتخب السوري بينما تشكيل المنتخب الكوري الشمشون الكوري الاسيوي بطل المجموعه الاولى الى النهائيات الاولمبيه مباشره مره وعلى ماليزيا مرتين وانتصار رائع كان انتصارين كان في الى اولمبياد لندن بعد فرحه ماضية ايضا كانت في عام 90 عندما صعدنا الى نهائيات كأس العالم. ان شاء الله يعلى الافراح الدوم الان زوتيف زوتيف اوليك زوتيف اوليك زوتيف ياتي الى ارضية الملعب وهو لاعب معروف. محاولة للمنتخب السوري محاولة امامية ما يحسب للمنتخب السوري اليوم انه يلعب مباراة بعد زمن قصير ومحاولة ايضا عمر نجارين هي التشكيله الموجوده للمنتخب السوري بينما تشكيله منتخب اوزبكستان لحظات والرمق الاخير من المباراه يرمق احمد الدوني هدف التعادل. كره ملعوبه للامام الان تقدم احمد الصالح احمد الصالح لاعب سريع والذكي واللماح وكره الان للمنتخب السوري تعود الكره الان لزبيده والكره الى الجهه اليمنى حاولت الان تقدم احمد الصالح احمد الصالح كومرايف وكريموف تورايف اخمد مرايف وكريموف تورايف اخمد